أصدقائي المشاهدين، مساء الخير، مرحبا بكم، تحية طيبة للجميع. في هذه الحلقة غادي نتكلموا على ظاهرة الانتحار. بلا شك المناسبة هي ما نسمعه من أخبار وما يتم تداوله حول يعني ملاحظة استفحال للظاهرة حالات مختلفة في مدينة شفشاون. طبعا هذه الأخبار تثير لدينا الكثير من التساؤلات حول مسألة العدوى الاجتماعية. باش نتكلموا على الانتحار بشكل عام، نبدأ أننا نستدعي مجموعة من المقاربات المعرفية اللي اشتغلت على الانتحار، من بينها أولا المقاربة السوسيولوجية ديال علم الاجتماع، ومن بينها كذلك المقاربة النفسية والدراسات كذلك حول العلاقة بين الانتحار والدين، كيفاش أن الدين يمكن ليه يلعب دور أساسي في الصحة النفسية وفي الراحة الروحية والطمأنينة ديال النفس البشرية، وكيفاش أنه يعني يقدر يشكل متغير في الحالات ديال الانتحار. وكاين كذلك الجانب الاقتصادي اللي ميمكنش نهملو الأثر ديالو. طبعا فاش نتكلموا على الانتحار، عن حالات الانتحار بشكل عام في المغرب، الإحصائيات كتأكد بأن المغرب ماشي شي بلد اللي في حالات مرتفعة. طبعا في السنوات الأخيرة دائما كيجي في ديك 150-160 يعني في الترتيب العام، وإن لم تكن لدينا يعني حالات يعني ودراسات وإحصائيات مضبوطة. ولكن بشكل عام هذا الموضوع ديال الانتحار فيه بزاف ديال المغالطات. من بين المغالطات اللي حقيقة الدراسات ومنظمة الصحة العالمية والمعاهد التي تدرس هذا الموضوع علميا يعني بوسائل يعني موضوعية إلى حد ما، كتأكد بأنه ما كاين حتى شي علاقة بين الفكرة المغلوطة اللي كتقول أن الانتحار كثير في البلدان الغنية أو في البلدان الاسكندنافية أو في البلدان اللي متوفر لها كل شيء، أو أن أغلب الأشخاص اللي كينتحروا راهم ناس ميسورين. هذه المعلومة هذه مغلوطة تماما، بحيث أن التقارير الدولية والدراسات كتأكد على العلاقة بين الحالة الاجتماعية والاقتصادية والانتحار، لأن الكثير من المشاكل التي يواجهها الإنسان، طبعا مش هذا هو السبب الوحيد، لكن الكثير من المشاكل التي يواجهها الإنسان والتي تؤدي إلى حالة من القلق وحالة من الحزن وحالة من الاكتئاب كذلك وحالة من التأزم ويعني امتداد الأفق، هي بلا شك مشاكل اقتصادية واجتماعية بالدرجة الأولى. هنا غنأكدوا على الطبيعة النفسية أو السيكولوجية لمسألة الانتحار. علاش؟ لأن الشخص كيقرر في لحظة معينة أنه يوضع حد الحياة ديالو. طبعا هذا قرار شخصي عنده مجموعة من الجوانب السيكولوجية، وهنا خصوصا في المغرب وفي مدينة شفشاوان وفي مختلف المناطق، لابد نأكدوا على أنه راه الصحة النفسية مسألة أساسية. لا يعقل اليوم حنا في القرن 21 وعندنا مجموعة من يعني الحالات اللي كيكونوا فيها أشخاص مرضى يمكن لهم ياخذوا أدوية ديالهم، مرضى نفسانيين أو سواء دهانيين أو عصابيين، مرضى عقليين اللي العلاج ديالهم باين والحالات ديالهم مؤكدة ومعروفة علميا واشتغل عليها العلم، وكنلقاو أنها كيتم التعامل معها بالتعامل ديال القرون الوسطى ديال 400 عام هذه، بويا عمر، الشعوذة، ومجموعة من الأمور التي لا علاقة لها، بل تساهم في تأزيم ذلك الشخص. هذه نقطة لابد نتكلموا عليها، ونتكلموا على العلاقة بين المغاربة والعلوم، ماشي غير المغاربة، الناس اللي بحالنا كاملين، العرب والبلدان اللي عندها نفس الشروط الحضارية ديالنا، كتشوف دائما واحد النظرة متشككة للعلوم، ودائما كتحاول أنها تهرب الماضي وتهرب الخرافة، المجموعة من الأمور اللي هي متجاوزة. للأسف العلوم والمقاربات الطبية والمقاربات العلاجية النفسية قطعت أشواط كبيرة في بلدان يعني العالم المختلفة، ولكن في بلدان أخرى وفي ثقافات أخرى لا تزال يعني دخيلة. تنشوف فيها واحد النظرة، الناس مثلا ما يحشموش مثلا أو لما ما عندهمش مشكل يقولوا أنهم مشاو لشي
شي ضريح، ولا مشاو لبويا عمر، ولا شمهاروش، ولا سيدي عبد السلام بن مشيش، ولا مشاو عند الراقي، ولا مشاو عند كذا، وكيشوفوا شويه محرج انهم مشاو لعند الطبيب النفساني، لانه هذه واحد الوصمه ديال اللي كتعني انهم حماق الى اخره. في حين ان الحماق الكبير هو انك تخلي العلاج اللي هو مجرب، العلاج اللي هو نسبي، يعني كيفحص الحاله ديالك علميا وتمشي تهرب للخرافه. هذا جانب. الجوانب النفسيه مهمه جدا، ما يمكنش نواجه الانتحار في غياب صحه نفسيه. الصحه النفسيه مهمه جدا، وهذه الصحه النفسيه تدخل فيها عوامل متعدده، عندها علاقه بالسن، عندها علاقه بالمرحله العمريه، عندها علاقه بالحاله الاجتماعيه، عندها علاقه كذلك بالعلاقات، العلاقات مع الاخرين، عندها علاقه بالتربيه كذلك، العلاقه مع الذات، عندها ترسبات. يعني خصوصا في مقاربه التحليل النفسيه كتقول بانه الشخص اللي كيعيش أزمة معينة، مثلا عنده شخصية اكتئابية، ولا في عنده يعني ميولات معينة، لابد أنه راكم ماض، راكم تاريخ باثولوجي في مجموعة ديال الترسبات اللي يعني حنا كأشخاص كنعيشوا اليوم، عندنا سلوكات، عندنا اتجاهات نفسية، راه هي حصيلة ديال سنوات وسنوات من التربية، ومن يعني ومن الأحداث المختلفة اللي كتصنع الشخصية ديالنا. جانب نفسي مهم. غادي نجيو للجانب الديني قبل ما نتكلموا على الجانب السوسيولوجي. الدين يعول عليه في جميع بلدان العالم، في جميع الثقافات، باش يكون واحد الرابط اللي كيعطي الإنسان واحد الاستقرار نفسي. نحن كمسلمين الدين ديالنا الإسلامي هو خلاص روحي للأفراد، والله سبحانه وتعالى دار فيه واحد الراحة النفسية خصوصا. لكن هذا الدين هذا ماشي التدين، تكلم على التدين، لكن هذا التدين هذا كيتجه للعمق ديال الشخص، كيحاول أنه يهذب الأخلاق ديالو، يحاول أنه يخليه يثبت أمام الشدائد. حنا في هذه الحياة هذه كنواجهو مجموعة من المراحل، كنمروا من مراحل، كنمروا من صعوبات، من أحوال، ومن يعني مختلف يعني الحوايج اللي كندوزو فيها في هذه الحياة هذه. الدين كيعطينا واحد القوة، ولا واحد الزاد اللي هو روحي، اللي كيمكننا أننا نواجه هذه الشدائد هذه، ويكون الإيمان ديالنا بالله قوي، ونكون كذلك قادرين على أننا نبني واحد الطمأنينة. لان هذا هو الهدف. يعني انت كمتدين خصك تحس بهذيك الحلاوه ديال الايمان، تلقى فيه العزاء ديالك، تلقى فيه الاجابه ديالك على الاسئله. للاسف اليوم كنشوف واحد التدين اللي هو طقوسي، مجموعه من الطقوس، يعني ديك العمق ديال التدين خصو يكون حاضر عند الافراد، حاضر في السلوك ديالهم، يكون سلوك مهذب، وسلوك يعني فيه الاخلاق، تتبان الاخلاق ديال الاسلام، وحاضر كذلك من خلال الثبات ديالهم والاستقرار ديالهم النفسي. وهذا يعني هذه مسألة مهمة جدا، لأن وهذه طبعا ماشي غير الأشخاص، التربية بشكل عام، النموذج ديال المدرسة، النموذج ديال المؤسسات الدينية، النموذج ديال الإصلاح الديني، النظرة ديالنا. للأسف راه كاين بزاف ديال الناس مصلحين اللي هما خداو الدين يعني بهذا العمق ديالو الإيماني، اللي كي يربي لنا مواطنين صالحين، وكاينين ناس اخرين اللي هما دعاة، ناس مشاهير، عندهم حتى شي علاقة بهذا الدومين هذا، كيستغلوا كيديروا الإيمان كيديروا الإسلام السياسي. المشكلة ديال الإسلام السياسي هو أنه كيشوف علاش هذاك، اش كيدير هذاك، ما كيهضرش على راسه. العمق ديال الدين هو سلوك تجاه الذات، واتجاه نحو الذات. كتشوف في راسك، كتحس براسك، كتشوف الاخلاق ديالك، كتشوف انت كيفاش كتعامل مع الناس، كتشوف انت واش درتي بينك وبين اللي خلقك، كتشوف انت واش درتي يعني المزيان مع الناس، كتشوف انت بعدا. يعني هو سلوك تجاه، يعني كي يغني الشخصيه ديالك. اللي كاين اليوم عند بزاف، يعني ما غاديش نعممو، هو واش نتوما التزمتوا بالشكل ديال الدين، الشكل اللي كنسميو بين قوسين الشكل الاخلاقي. يعني الاخلاق ما عمرها كانت شكل، الاخلاق هي سلوك، لان غادي نجيو يعني القول ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كيقول
بأن الدين هو المعاملة، يعني هو الجوهر الأخلاقي. عموما الدين هو واحد الرابط مهم اللي كلشي كيعول عليه، ماشي غير حنا كمسلمين، في جميع بلدان العالم، باش يكون قوة نفسية لمواجهة مثل هذه الشدائد اللي من بينها الشدائد ديال الحياة اللي كتؤدي للانتحار. غنجي للمقاربة السوسيولوجية. طبعا في هذا السياق هذا غادي نتكلم على مدينة الشفشاون. داروا من دوركايم في القرن التاسع عشر للآن، داروا دراسات، مقاربات، تفسيرات مختلفة حول الانسحاب، حول الاندماج، حول مجموعة من المقاربات. اللي نقدروا نقولوا هو أنه كاين واحد المسألة ديال العدوى الاجتماعية. شنو كنقصدوا بالعدوى الاجتماعية؟ هو أنه من حيث المبدأ نقدروا نشوفوا باللي الانتحار هو ظاهرة نفسية بامتياز، ولكن كذلك ظاهرة اجتماعية بحيث أنها لها علاقة بالآخرين. هنا فاش كلشي كيتكلم على شفشاون، هاد الأرقام في الحقيقة ما مضبوطاش، ما عندناش أرقام مضبوطة حول شنو كيوقع في شفشاون، ما عندناش واحد يعني واحد المقارنة، واحد المعطيات دقيقة حول يعني المعطيات ديال هاد الناس هادو، شكون هما، السن ديالهم، الجنس ديالهم، والحالة الاجتماعية، والحالة يعني العلاقات اللي عندهم، ومختلف الخصائص باش نجردوها. ولكن بشكل عام نقدروا في هذا السياق هذا، من خلال الإشاعة، من خلال الوعي الجمعي، من خلال الهضرة اللي كتقال، كنوقعوا في واحد المسألة ديال كرة الجليد، باش ما هي غادية وهي كتزاد، يعني كتبدا من والو، من حالة معينة، وهذا الشيء اللي كنسميوه عدوى. لأن يعني البعض مثلا كيقول لا عدوى ديال الكورونا، لا عدوى ديال شي مرض جلدي، لا عدوى ديال شي مرض يعني فيزيولوجي، وكنساو بأنه كاين العدوى ديال ما هو اجتماعي. كيفاش؟ مجموعة من الحالات خصوصا الطبقات الهشة، المراهقين والأطفال، يقدروا يتعادوا بهذه الحالة ديال الوفاة، ديال الانتحار، أنهم يقرروا حتى هما ينتحروا. كيولي موضة، بحال الناس كيتعادوا وكيطبعوا مع واحد المسألة اللي هي خطيرة، يعني خصنا نتأملوها فلسفيا، كيفاش الشخص كيقتل راسه، كيفاش الشخص كيقرر أنه يعني ينهي الحياة ديالو اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها ليه وهي أمانة عنده. أشنو غنقولوا؟ سوسيولوجيا كاينة العدوى. بالنسبة للجانب الاقتصادي ما يمكنش نهمله، الجانب الاقتصادي مهم جدا. علاش؟ لأن هذا العام هذا كنشوفوا كاين الجفاف، كاين مجموعة من الأحداث المؤلمة، كاين الحرب، كاين الزيادات في الأسعار، كاين واحد المناخ اللي هو مقلق حقيقة، اللي هو كيحمل أنباء يعني المحزنة، وكاين كذلك البطالة، كاين الفقر. أش غنقول لكم؟ بالنسبة للفقر في حد ذاته راه ماشي عامل وسبب مباشر في الانتحار أو في المشاكل الاجتماعية، خصوصا في يعني لأنه عبر التاريخ الأمة هذه كانت فقيرة، عبر التاريخ كان أغلب الناس فقراء ونموت بالجوع. يعني رجعوا للتاريخ ديالنا احنا كمغاربة ولا كناس ديال هذه المنطقة، دي نموت بالجوع كانت مسألة عادية، وتمشي حتى 50% 40% ديال الساكنة العامة للبلاد كتموت، والناس عاشوا في أوضاع أكثر بؤسا، أكثر بؤسا من الأوضاع الحالية. ولكن يتزاد في هذه الأوضاع الحالية، وهذه العولمة ولا هذه الرقمنة ديال المآسي الاجتماعية، وديال تخريب يعني التراتبية الاجتماعية، وتنوليو في واحد طبقية، واحد الفوارق الطبقية اللي هي خطيرة. الإنسان الفقير اليوم يعني اللي هو كيعيش البطالة وكيعيش أوضاع مزرية اجتماعية، كيشوف ناس أخرين بعاد عليه، مثلا المؤثرين ديال وسائل التواصل الاجتماعي رغم انهم تافهين في الاغلبيه ديالهم، كيشوف المضايق خصوصا في الانستغرام، في يعني في مختلف هذا الشيء اللي كيدخلوه الشباب، كيشوفوا كيفاش ان بعض الناس كيعيشوا في بذخ، كيشوف واحد الصور اللي هي مبالغ فيها ديال الثراء، صور مختلفه ديال يعني السعاده الوهميه للبعض. وهنا
كيتاثر المراهق بزاف، وهاد الاوضاع هادو كيدي المأساة. يعني الانسان شحال هادي كان يمكن يعيش في ظروف عادية ولا في ظروف يعني فيها نوع من الفقر وعادي، ولكن اليوم جميع الطبقة سواء المتوسطة المسحوقة الدنيا كلها كتشوف غيرها، وشي كيبرك على شي وشي بإمكانه يبان على شي، وهذا خطير جدا هذا الخطاب هذا. كما أنه الفقر في حد ذاته، الفقر في حد ذاته راه عامل من عوامل الاقتصاد الانتحار. كاين بزاف ديال الناس وهذه معروفه، كيموتوا لانهم غيديروا فايت، او لانهم كيتسالهم كريدي، او لانهم مسدود قدامهم الافق، تسدو قدامهم البيبان. العامل الاقتصادي مهم جدا، وحنا كنعيشوا في اوضاع اللي هي كارثيه، فيها يعني لعبات فيها يعني عوامل خارجيه، ولكن كاين كذلك العوامل ديال الفشل الداخلي، باش ما نكذبوش على انفسنا، لانه لحد الان حنا ما كنفكروش في السعاده ديال الشعب ديالنا ولا في الرفاهيه ديالو. الهم ديال المسؤولين هو انهم يمشيوا الامور في الماكرو اقتصادي والشركات الى اخره، بينما الطبقه الدنيا يحسن عونها. غادي تقول لي اشنا هو العلاج، اشنو نقدروا نديروا نحن كافراد؟ اللي نقدروا نديروه ولا النصيحه ديالي هو انه اي شخص في المحيط ديالنا كنشوفوه كيبعد، ولا كنشوفوه كيعيش اوضاع اللي فيها اكتئاب، كيعيش مشاكل، كيعيش واحد الانطواء، نحاولوا نجروه، نحاولوا ندمجوه. اي شخص كيعيش البطاله يحاول يخدم، يحاول يخدم في اي حاجه، لانه كاين بزاف ديال الناس اللي كيعيش واحد البطاله اللي هي اختياريه. لا يعقل انك انت تشد مثلا شهاده معينه وكتسنى باش انك تخدم عند الدوله فقط، او لا كتسنى انك باش تخدم مثلا واحد العمل بمواصفات معينه. الانسان خصو يتوكل، الانسان كذلك خصو يامن. الدين عنده دور مهم اننا ننشر القيم ديال الايمان الايجابي، اللي هو كيتجه نحو تهذيب الاخلاق ونحو طمأنة وطمأنينة النفس، وهذا اساسي جدا. حنا كافراد خصنا نعاودوا نترابطوا مع بيناتنا، ونهتموا بالاسر ديالنا، ونهتموا يعني بالحوايج اللي هما رمزيين في المجتمع. لان يعني الكثير من الحالات ديال الانتحار حقيقة هي نتاج نوع من الاهمال، نتاج كذلك نوع من الفتور في العلاقات الاجتماعية، نتاج كذلك الغياب لاهتمام متبادل بيناتنا. خصنا نرجعوا للقيم ديال الاسرة، القيم ديال التضامن، القيم ديال المكاشفة والإفصاح، ديال أننا نتشكاو على بعضياتنا. الإنسان خصو يلقى واحد الملاذ، لأن كاين تغيرات كبيرة في يعني في النسيج المجتمعي، وفي يعني في العادات وفي نمط الحياة إلى آخره، وهذا كله كينعكس على الأفراد. خصنا في الظروف هذه المختلفة اللي هي صعيبة وفيها واحد النوع من البؤس، نهتموا بعضياتنا ونحاولوا ننشروا القيم الدينية المتسامحة، واللي فيها واحد يعني اللي كتعطي الإنسان واحد القوة وكتقوي شخصيته. ونحاول كذلك ننشروا قيم ديال النزاهة، القيم ديال الإنسان أنه يعني يحاول يتوكل على الله ويخدم، ماشي يبقى يقنط، لأن الجانب الاقتصادي مهم جدا. ونحاول كذلك نشروا الثقافة ديال العلاج النفسي، والثقافة ديال المقاربات العلمية، للاهتمام بالموضوع بالصعوبات النفسية. أي فرد في الحياة ديالو لابد أن غادي يواجه لحظات معينة صعيبة عليه، اللي كيعيش فيها واحد الهشاشة النفسية. هناك يحتاج للآخرين، ولكن يحتاج كذلك لواحد المناعة اللي هي دينية ونفسية وثقافية، يكون عنده بديل سواء القراءة، هوايات إلى آخره. لأن الفراغ هو الفراغ الروحي، والفراغ كذلك المعرفي، والفراغ كذلك الاجتماعي، هو اللي كيؤدي إلى إنهاء الحياة. ماذا عن الفلسفة والانتحار؟ حقيقة الانتحار يمكن أن يكون موقفا فلسفيا. شفنا هذا الشيء مثلا عند الفيلسوف سيوران، وشفنا كذلك عند ألبير كامي، وعند مجموعة من الفلاسفة اللي كيعتبروا أن قرار إيقاف الحياة أو الترجل من قطار الحياة هو نوع من الصرخة، أو من الاستنكار، أو من رفض الحرية، أو على الأقل رفض الشجاعة والتحرر من كل السلط التي تحاول
فرض مسار معين، كأن الشخص يختار الموت، يختار كذلك نهايته ويتجاوز هذه الحياة ولا يعبأ بها، وهذا موقف. ولكن بشكل عام كأشخاص نحب الحياة و نسعى إلى حياة أكثر سعادة، حياة ذات معنى، نسعى كذلك إلى حياة يعني نتعلم من خلالها مباهج هذا الوجود الإنساني، لا يمكننا إلا أن نتمم كل ما له علاقة بهذه الحياة، رغم ما تحمله من مآسي، من حرب، من سلبيات، من مشاكل إلى آخره. ولكن ينبغي دوما أن تكون لنا شجاعة وحرية عيش حياة نختارها ونحددها، وتكون لدينا البطولة لتجاوز صعوباتها، لأن البطولة والحرية هنا تكمن في مواجهة الشدائد. أصدقائي المشاهدين، كانت هذه هي الرؤية ديالي لهذا المشكل ديال الانتحار. إلى عندكم آراء تعليقات، ما تنسوش أنكم تدلوا بها أسفل الفيديو، وما تنسوش كذلك أنكم تفاعلوا مع القناة من خلال الاشتراك ومن خلال اكتشاف يعني الفيديوهات الأخرى اللي كنشرهم. إلى اللقاء.